أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، اللي راح نعرضكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة حتى تعطونا آراءكم باللي راح نعرضه من مواضيع أنتم نشرتوها بالسابق أو بالمواضيع اللي أنتم تريدون تحجون بها بالحلقة. أرقام البرنامج أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بأي رقم من ذن الأرقام. في حال ما قدرتوا تأمنون اتصال على واحد من ذن الأرقام، عندكم الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب، أتمنى أن تدزولنا رسالة مكتوبة مطبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ الحلقة مشاهدينا، وأول ملف ويانا هو ملف الاستغلال الفج للميليشيات لقضية الحرب في غزة وتصريحاتهم الإعلامية الفارغة مثل ما يقولون العراقيين. ونبدأ بداية بتصريح البرلماني اللبناني ناصر قنديل اللي أثار جدل واسع وراء ما نفن في قاطع مشاركة مقاتلين من ميليشيا الحشد وتوجههم إلى لبنان حتى يشاركون بأي حرب من الممكن أن تنشب بالمنطقة. هذا أثار الموضوع موجة سخرية بالعراق، لأنه البرلمان اللبناني قال اللي جوي إلى لبنان 7 أشخاص أخذوهم زيارة للجنوب، أكلة ومشاوي بالطريق هم مشويات النابلسي، وبطريق الرجعة أكلة ومشاوي بنفس المطعم، ثم رجعوا إلى المطار، والكلام حول مشاركتهم أكذوبة ونفى هذا الشيء نفي قاطع. تعالوا نسمع اللي قاله قنديل. اليمنيين والعراقيين على لبنان بعتقد 7 أشخاص 3 بـ4 طلعوا على الجنوب أكلوا مشاوي عند النابلسي، بجنوب طلعوا من مسؤولين بالحزب على شو عم بصير على الجبهة، وهذا يمكن مرقوا عمليتا ورجعوا بالرجعة على النابلسي بصيدا أكلوا مشاوي وعلى المطار. هذا التصريح انتشر مثل ما تنتشر النار بالهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه صار يكذب هواية من التصريحات. وتساءلوا العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي عن مصير شعارات المقاومة اللي ترفعها ميليشيا الحشد الشعبي واللي لطالما هي تبجحت بيها بظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة في فلسطين المحتلة. العراقيين تداولوا مقاطع مصورة لصاحب الاستعراضات المسرحية الإعلامية الطويلة المدعو أبو عزرائيل من داخل أحد المطاعم وراء ما ادعى أنه طالع لبنان قبل أن يبرر الأخير اللي صار، ويتحول تعليقه إلى مادة سخرية بين العراقيين. تعالوا نشوف. أرجوكم، ترى أنا رحت عبالي أكو تداخل بشري، شلت سلاحه ورحت. بعدين من شفت المعركة، معركة كورنيت، معركة صواريخ، تجي طيارة الإسرائيليين تنبش العالم نبش، شكو سيارة مظللة، شكو سيارة بها حركة مشبوهة تنقصف. المعركة لو أكو تداخل بشري مثل الأخوة في حزب الله، العفو في القسام في غزة، أكيف أنا أول واحد، بس ما أكو معركة وجه بوجه، فقط صواريخ. ليش أنا بعد أعرض نفسي للخطر وأستنزف نفسي وأروح؟ حرامات، يعني هاي مو الموتة إلي، بالعكس. معركة كورنيت مثل ما سماها. السؤال اللي ينطرح هنا أن الميليشيات مال الحشد ما عندهم صواريخ؟ زين الاستعراضات العسكرية اللي يسووها الحشد بها صواريخ، هاي رقم واحد. رقم اثنين، إيران اللي تدعم ميليشيات الحشد الشعبي ما عندها طائرات مسيرة؟ والدليل مو بالعراق ولا بإيران، الدليل تشوفوا المقاطع المصورة اللي موجودة بحرب اليمن. سؤال رقم ثلاثة، إيران ما بها صواريخ؟ لا، بها صواريخ، وبها صواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى وعابرة للقارات، وأرض أرض وأرض جو وجو جو، كل شيء بيها. ليش ما تنطي الميليشيات هش كم صاروخ وتقولهم يلا روحوا دافعوا؟ ذني الثلاث أسئلة يحتاج لهن جواب. وبالنسبة للأخ أبو عزرائيل، السؤال اللي ينطرح هنا، تعليقكم على اللي قاله أنا رحت شفت المعركة هي عبارة عن كورنيت مو معركة وجه بوجه،
انت بلبنان شلون شفت المعركه؟ المعركه بقطاع غزه فوق لبنان، طبيت جوا وشفت المعركه ايش صايره؟ قدرت توصل الى ساحه المعركه؟ قدرت تعرف؟ زين انت حالك المفروض يكون افضل من حال كتائب القسام كعتاد وعده، فشلون ما تدعمهم؟ وهل القضيه الفلسطينيه تحتاج من عندنا انه نروح نقيم الموقف ونرجع بس؟ اذا فعلا انت رحت قيمت الموقف. طبعا مواقف وكلاء ايران بالعراق من العدوان الصهيوني على قطاع غزه كشفت زيف الادعاءات اللي ينادون بها نصره للقدس والمتاجره بالقضيه الفلسطينيه، ورمت جاهله دعوات المشاركه بالحرب. هذا كله خشيه بالاضرار بمصالحها الشخصيه بالرقم الاساس ومصالح ايران بالمرتبه الثانيه. الصراخ من قبل ميليشيات ايران في العراق كشف عن منسوب التهريج السياسي باوامر ايرانيه من دون اي فعل حقيقي على ارض الواقع. هذا اللي تنأى ايران بنفسها عن الدخول بالصراع حسب تصريحاتها الرسميه. بدوره نشر الميليشياوي اوس الخفاجي مقطع مصور من قدام وين؟ مطعم النابلسي اللي حكى عليه النائب اللبناني بالمقطع اللي عرضناه قبل شويه، واللي قال انه ينتظر فتوى للقتال في فلسطين المحتله قبل ان يعني يتحول هذا المقطع هو الاخر الى ماده للسخريه. خلينا نسمعه. لتتوحد الصفوف ونضغط على امريكا لننقذ هؤلاء المساكين اخواننا وابنائنا في فلسطين. اعينهم ترنو الينا، اعينهم ترنو الى مليار ونصف المليار مسلم، اعين هؤلاء المساكين الذين اخذت منهم ارضهم والان تؤخذ ارواحهم ترنو الينا كمقاومه وكممانعه وكعراق. العراق الذي اثبت في كل المضمار في كل مضمار انه الاول والرائد والمضحي. نحتاج الى فتوى فتوى مقاومة، فتوى ممانعة من الممانعة. إن لم تصدر الفتوى الآن متى تصدر بالله عليكم؟ السؤال المهم هنا قبل ما أقرأ التعليقات، هل فعلا القضية الفلسطينية تحتاج إلى فتوى؟ أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وبها مسلمين وهي أرض عربية بالأساس اغتصبت نتيجة وعد من شخص لا يملك إلى كيان لا يستحق. هل تحتاج القضية الفلسطينية أن نوجد فتوى بالبداية حتى نروح؟ هل القضية الفلسطينية أصبحت معالجتها بهذه الطريقة الفجة؟ الإبادة الجماعية اللي دي يشهدوها السكان في غزة إخواننا هناك بعد كل المجازر اللي نشوفها والتدمير والدمار وقطعهم وحبسهم في مربع صغير جدا وقطع أوصال رحمهم وقطعهم عن العالم، يجينا يقول متى ستصدر الفتوى إن لم تصدر الآن؟ وما صدرت الفتوى مثلا؟ أنتم ما لكم علاقة؟ شنو دور دعاياتكم وشعاراتكم؟ خلونا نقرأ الناس شلون تناولت تصريحات المدعين. عمر محمد يقول حالة ربعة اللي ضربوا مشاوي وبقوا يهوبزون براس الشعب، وصلنا وراح نحرر ونسوي ورجعوا بكاديلاك ورانج وكملوا المشاوي ببغداد. محمد يقول مقاومة بالسلفيات، أنا اليوم أكلت كنافة نابلسية حتى أغيظ العدو الصهيوني. وعلي أحمد الجماعة على أساس رايحين لبنان يقاتلون المحتل، بس عجبهم مشاوي النابلسي بالجنوب واخذوا سلفي ورجعوا بنفس اليوم، وهاي قصه مشاوي النابلسي. قبل كان الغدا ويا الحوار هسه بالنابلسي، او قبل كان الغدا ويا الحور ان يقصد وهسه بالنابلسي. مصطفى حمدون المياح يقول لي هاي جماعه المقاوله اقوى انجاز عندهم، وصلوا الى هذا المطعم. فكانت هاي تعليقات الناس بعد سيل الادعاءات اللي كشفوها من يسمي نفسه بمحور المقاومة. إيران من جانب اللي تدعمهم في كل مناسبة، الشيطان الأكبر عن الولايات المتحدة الأمريكية، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل مثل ما هم يقولون، وكذلك ميليشياتهم
كلا كلا أمريكا، أمريكا برا برا، كلا للتدخل الأمريكي، كلا للوجود الأمريكي، كلا للمحتل الأمريكي. ما شفنا عملية ضد المحتل الأمريكي. واليوم عندنا إخوان تقطع أوصالهم، يستشهدون في حرب غير متكافئة، في حرب ما لها أساس. والمصيبة الكبرى أنه أحد أطراف هذه الحرب اللي يقوم بالمجازر وقام بمجازر كثيرة سابقة يدعي أن الطرف المدافع وهم المقاومة بهم إرهاب، والعالم الغربي والإعلام الغربي يدعو الفلسطينيين بالإرهابيين. أما مجازر العدو الصهيوني ما حد يباوع عليها، لأنه بعدها ما وصلت محرقة الهولوكوست 1% من المحارق اللي يسووها الصهاينة في فلسطين، لأنه اللي يصير في فلسطين من أكثر من 70 سنة أبشع وأشنع. بس مع الأسف. أبو عمر من الناصرية، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفعل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنك عمي وياك أبو عمر تسري من الناصرية. حياك الله. شلون صحتك؟ هلا بيك. طبعاً اسمعني أستاذ عمر. نعم. عمي. طبعاً هاي الخطة إيرانية، إيرانية صهيونية. نعم. على 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 شعبنا، على شعبنا المسلم الفلسطين. نعم. زين. معني واحدة واحدة. دولة اللي هنا هاي الذيولة مال إيران، طبعاً إيران، إيران أجت حطمت بالعراق. نعم. حطم الشعب العراقي. نعم. زين. ودول الذيولة وياهم. نعم. ويقولون والله مقاومة، أنتوا أصلاً مقاولة. أنتوا مو مقاومة. أنتوا مقاولة. عيب عليكم، عيب عليكم، استحوا، عيب عليكم استحوا. أنتوا شنية؟ أنتوا شنية؟ أولاً كلكم أنتم بريالية، كلكم بريالية صهيونية. أنتم حالكم حال إيران. إيران سوت هسه بشعبنا الفلسطيني المساكين بالإسلام زين، وقلوبنا إحنا محترقة عليهم. نعم. يا من عندكم الراح، خلي أقول يا من عندكم الراح يقول أنا راح دافع عن فلسطين. زين دعنا عن الفتوى. نعم. الفتوى يعني شلون بقى؟ يعني لمن يوصل اليهود اللي هنا إلا تعطيني فتوى شلون؟ نعم. يعني شلون؟ يعني أنا جاي أشوف الموت بعيوني. نعم. الناس جاي تحترق ببلاش. نعم. يعني العالم لا عندها مأوى، لا عندها أكيد، ناس خطيئهم مات، زين ولا؟ هاي سوى إيران. ودراسة تدعي احنا المقاومة لسه. عمي فكوا ايدكم من فلسطين. زين انتوا اصلا امبريالية، انتوا هاي معاهدة بينكم وبين اسرائيل. دمرتوا الشعوب. قال لا ما خليتوا بلاد، ما دمرتوا، ما خليتوا بلاد، ما حطيتوا بميليشيات سرسرية ساقطين. وين الساقط؟ ابن الساقط. قالوا لكم بالمطاعم وجو، قال لك والله قال قالك والله حرر. شتحرر انت؟ شتحرر؟ انتو نسيتوا سويتوا بينه؟ سويتوا بموصل؟ سويتوا بالرمادي؟ سويتوا انتو؟ هم جوحتوا البشر وذبيتهم بالانجس من اسرائيل. عيب عليكم، عيب عليكم تقولون احنا مقاومين. انتو اصلا سلسرية، انتو هم مقاولين، انتو سفلة. وعيب لا حد يقول، وكلكم سفلة. وسمعوني، ما بكم مع الشريف، لا برب الكعبة. أنا مواطن قلبي يحترق على الشعب الفلسطيني، فأنتوا كل ظلمة ما أسموا من الشرف. نعم. وعيب عليكم، لا حد يسوي عضلات علي. نعم، شكراً. استحوا غدوا وسكتوا، سلسرية أنتوا. نعم، شكراً لك. شكراً لك أخويا. شهدت العملية التعليمية بالعراق خلال 20 سنة اللي مضت وهاي العقدة يعني الأخيرة تراجع كبير بمختلف المستويات على كافة الصعد، وراء أن حقق البلد فترات سابقة قفزات نوعية، مو بس بمجال محو الأمية، لا تحقيق قدر محترم بجودة التعليم ومخرجاته، وأصبح معترف به لجودته. تتعالى أصوات أولياء أمور الطلبة اليوم للتنديد بنقص الطواقم التدريسية
اللي يشوفون أنه هي واحدة من الأسباب الرئيسية لتدني المستوى التعليمي لولدهم. ويتفق عدد من المسؤولين والخبراء التربويين ويا أولياء أمور الطلبة على أنه النقص الحاصل بطواقم التدريس كبير، خصوصاً في بعض المواد العلمية الأساسية، وأنه هذا الشيء قائم في كل المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. وبهالسبب وبهالسياق انتقدت سيدة من بغداد النقص الحاصل في ملاكات إعدادية الكاظمية للبنين التدريسية وأيضا نقص الكتب فيها. خلونا نسمع انتقادها. إعدادية الكاظمية للبنين، لا مدرسين، لا أساتذة، لا إدارة، لا أحياء، لا كيمياء، لا كتب بيها خير، كل شيء ماكو. بلكت تناشدنا هاي إعدادية الكاظمية للبنين، لا مدرسين، لا أساتذة، لا إدارة، لا أحياء، لا كيمياء، لا كتب بيها خير، كل شيء ماكو. بلكت تناشدنا. على الرغم أنه التعليم بالعراق انصرفت له ميزانيات ضخمة واللي تخصصت إلى مشاريع بناء وإعادة تأهيل مدارس عراقية، واللي كان يمكن أن لو تنفذت بشكل صحيح أنه تقضي على العديد من المشاكل اللي تواجه قطاع التعليم العراقي. من بين هاي القضايا هي قضية المدارس الكرفانية والنقص الحاصل في أعداد المباني المدرسية، هذا الشيء اللي أدي إلى اكتظاظ واعتماد دوام مزدوج وثلاثي وفي بعض الأحيان دوام رباعي لأربعة مدارس في مبنى واحد. تستمر المشاكل إلى حد هاي اللحظة بدون أي حل، وتشير الأرقام إلى أنه المدارس الآيلة للسقوط عدا عن مئات المدارس الطينية الموجودة بالعراق بال2023 ونقص المباني المدرسية بشكل أساس، غالبا الفساد الإداري الحكومي وراء هاي المشاكل واللي عاني منها العراق من تقريباً 20 سنة. ويندر وجود أسرة ما تواجه مشاكل تتعلق بتعليم ولدها وبناتها، وتفتقد هواية من المدارس إلى رحلات وكراسي وطاولات ومستلزمات مدرسية، هذا اللي أدي بالتلاميذ إلى الجلوس على القاع. بهالسياق اشتكوا طلاب مدرسة أئمة البقيع في بغداد من حال مدرستهم الكرفانية رقم أساس، واللي تحولت صفوفها إلى مأوى للكلاب الضالة والقطط، إضافة انقطاع التيار الكهربائي عن المدرسة. خلونا نشوف. المدرسة كرفان عبارة عن كلاب مكسرة، هاي الكسر داخلها كلها كلاب وبزازين وكهرباء اليومية تطفى ساعة وماكو كتب. هاي المدرسة عبارة عن كرفان مخضرة والحمامات مع مسطحة كلش. بناة المستقبل، رجال ونساء المستقبل، هي كده تهتم بهم وزارة التربية وأيضا وزارة التعليم العالي وأيضا رئاسة الوزراء والدولة والحكومة بشكل كامل. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا من فيسبوك أحمد أبو جنات: كل هذا بسبب القبول بحكم أحزاب الفشل والفساد وتنصيب الفاشلين والفاسدين والغلماء. سيد عدنان غالب يقول: باكر تسمع الأخبار يعوفون كل شيء ويشكلون تحقيق ويا المعلم، شلون تنشر هيك مقطع وبالأخير يطلع هو المقصر. وصلاح أو صالح نزار يقول: واقع التعليم مزري في جميع المحافظات ويحتاج إلى نهضة حقيقية لإنقاذ التعليم، وليس لشعارات وتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع. محمد عدنان: واقع مأساوي، لا كتب لا قرطاسية ورحلات ماكو، تراكم نفايات حول المدارس، الأفضل حملات شبابية تطوعية بكل محافظة لصبغ وتنظيف المدارس وتبرع لشراء الرحلات. أنتوا تخيلوا يعني اللي من المفروض الوزارة هي توفره، يقول لك من الأفضل حملات شبابية تطوعية، لأنه بالعراق اليوم الحكومة ما تشتغل والناس معتمدة على الحملات الشبابية والتطوعية ومبادرات الخير من هنا وهناك. أبو أسد من البصرة، حياك الله. الله يسعدك سعداً. ويسعدك يا غالي. شلونك حبيبي؟ شلون الصحة؟ هلا بيك أبو أسد. قبل شوية طلع أوس الخفاجي يصرح
ايه يريد فتوى. نعم. زين انت من رايح لبنان؟ نعم. رايح وفد، رايح تزور، رايح تاكل، رايح تشرب. نعم. سفرة عندك. زين مين الفتوى مين تاخذها؟ نعم. بس اردتهم من يفتي الفتوى عندنا انا بالعراق؟ احنا ما عندنا فتوى بالعراق. نعم. الثاني ما عندنا. سستاني اني متحفظ على سستاني نهائيا من 2005 لا وجود للسستاني. مرجعيتنا ايران قسم الحكي. نعم. اللي يرضى يرضى والما يرضى غراسه بالحائط. اني هذا حكايتي وراح تبقى للتاريخ. للتاريخ اموت ورايا 10 سنين 20 سنه 100 سنه أتطلع سستاني 2004 2005 ميت. وأنا أشكرك. شكرا لك أبو أسد ولك طول عمرك. القطاع الصحي العراقي حال حال بقية القطاعات الخدمية غاص بمستنقع الفوضى والفساد، وتأثرت بسبب العدد المحدود إلى المستشفيات. حال حال المدارس، عندنا نقص مدارس وعندنا نقص مستشفيات، واللي يرجع تاريخ بناء بعضها إلى سبعينيات القرن الماضي، يعني مو جديدة. فالأزمات اللي عانتها البلاد أدت إلى تدهور القطاع الطبي بشكل كبير. أيضا رئيس الوزراء الحالي محمد الشياع السوداني سبق وتعهد أنه راح يمضي قدما في إكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة واللي لحد الآن متلكئة، وإعادة تأهيل وصيانة المشيد منها. وبيّن أن حكومته وضعت القطاع الصحي على رأس أولوياتها، لكن هاي التصريحات سرعان ما يكشف زيفها. المواطن نفسه لما يتداولون المواطنين مقاطع مصورة إلى مستشفيات متلكئة واللي ما أنجزت على الرغم من بدء البناء والتشييد فيها من سنة 2014، هذا حالها أو مثل اللي صار في مستشفى سبع البور ببغداد. خلونا نسمع. من 2014 يجون المسؤولين والمقاولين يبقون فلوسهم ويطلعون يصورون ويطلعون. هاي بقى لا مجار ولا شيء، متوفى يقولون على مود مجار سبع البور كله كذب. وهذا شارع 60 من انا وهذا المصوص شو صار محمد. وهاي كل مره يجون، وهاي من هنا المدخل مال سبع البور، وهاي البلديه هنا. فكل مره يجون يقولون وياخذون صور ويكذبون كل شيء ماكو. هاي من 2014 وللسياح يجيبوا فلوس المقاول والمسؤولين. يجون أعضاء البرلمان يصورون هنا ولا حنسوي لكم مجار والمستشفى كل شيء ماكو. وهاي يومية هيك منطقة يعني ما بيها شبكة صرف صحي مثلا، ما بيها مجاري. زين سهلة ترى مو صعبة. تطلع وزارة الري ويا وزارة البيئة ويا وزارة التخطيط ويا أي وزارة وياها معنية يسوون اللجنة، يروحون على البلدية فتحوا الشارع بمسافة معينة من المنطقة السكنية إلهم، مدوا أنابيب، حطوا من هولات، كملت المجاري. ما يحتاج لها روحة للقاضي. بس 9 سنوات هي واقفة لأنه ماكو شبكة صرف صحي. زين 9 سنوات ما لقيتوا حل. فهذا نحب نوجهه إلى محمد الشياع السوداني وإلى كافة المسؤولين في حكومته، حكومة الإطار، واللي يشتغلون بالبرلمان، واللي يشتغلون برئاسة الجمهورية، واللي يشتغلون بدوائر البلدية. يا بتسع سنوات هاي واحدة من المستشفيات ما لقيتوا لها حل. كانت وزارة الصحة الحالية أعلنت عن وجود أكثر من 61 مشروع متلكئ يخص بناء مستشفيات من سنوات، موزعة على أنحاء متفرقة من العراق من شمالها جنوبها. على الرغم من التصريحات المتكررة إلى الوزارة الحالية والوزارات السبقتها حول إتمام بناء وتجهيز مستشفيات، لكن هاي المشاريع بقت متلكئة لحد هاي اللحظة، بوقت يعاني فيه قطاع الصحة العراقي من نقص في المستشفيات، نقص بالمعدات، نقص بالطواقم الطبية، اللي فضل معظم ذن الكوادر الهجرة إلى خارج العراق بسبب تعرضهم إلى هجمات وتهديدات. بالبصرة رصد مواطن مشروع مستشفى متلكئ بقضاء شط العرب من سنوات، بدلالة جديدة على حجم الفساد اللي يعيشه العراق.
تعالوا نشوف. اليوم نسلط الضوء على مستشفى قضاء شط العرب المتلكئ، يعني رسالة للمسؤول العراقي. اخوان بالبداية همين انا لا اريد ارشح للانتخابات ولا لي نية للترشيح، بس بقدر ما رسالة رقم واحد من مواطن بصري الى رئيس مجلس الوزراء، الى رئيس مجلس النواب، الى النواب في محافظة البصرة، الى محافظ البصرة، والى المسؤول العراقي بالتحديد. يعني مشروع متلكئ من 2014 لحد الان ما حد فتح تحقيق به او كملوا هذا المشروع. كلف هذا المشروع الدولة العراقية 4 مليار، وحالوه الى شركة لبنانية، واستلمت هاي الشركة اللبنانية 10% او 20% من قيمة العقد، وبنت بس هذا السياج او الحائط اللي داير ما داير المستشفى. هذا هو انا هسه حاليا داخل المستشفى، فقط حجر اساس وحائط اللي كلف 4 مليار دينار عراقي. الكثير من الاخوة في قضاء شط العرب سلط الضوء على المستشفى لكن بالإعادة إفادة. 9 سنوات بس سياج، واللي هو آخر شيء ينبني. كمل احفر، حط اساس، اطلع اصعد، سقف، زجج، حط بيبان، كمل كل شغلك وراها. فكر بالسياج. من ال 14 لليوم اكو سياج داير مداير المنطقه، واكو اساسات الى وحدتين في بدايه المشروع وبس. هذا هو حال المشاريع الصحيه تحديدا بالعراق. انتم لاحظوا عندنا مدارس متلكيه وعندنا مستشفيات متلكيه، عندنا نقص بالمعلمين وعندنا نقص بالكوادر الطبيه، علما اكو كومه شباب عراقيين يريدون يتعينون، ومن ضمنهم خريجي الاختصاصات الطبيه اللي هوايه تظاهرات طلعناها بصوتكم، ومحاضرين ومعلمين يريدون يتعينون بس ما حد ينفذ لهم. محمد عراقي يقول: اخواني الاعزاء، مستشفى شط العرب تحتاج وقوف وتكاتف الجميع والضغط بشدة على الحكومة المحلية والمركزية، لأن بصراحة والواضح للعيان أنه هذا المشروع به صفقات فساد كبيرة وجهات متنفذة. عدنان الملكي: الأموال انسرقت مثل باقي المشاريع. محمد أبو مصطفى العباد يقول: مشروع مستشفى شط العرب لا يجب السكوت عنه نهائيا لما له من أهمية وفائدة كبيرة لأهل القضاء. ومناف التميمي يقول: منجز على الورق بس، وبتصوير للردهات وصالة عمليات وجراجات السيارات والاستعلامات. فكانت هذه هي ما علقوا الناس على هذه القضية. أبو أحمد من العمارة، حياك الله. وانت المحيي، السلام عليكم أستاذنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زاد فضلك. الله يعزك. أول شيء أشكركم وأشكر كادر قناة الرافدين جميعاً. لا شكر على أشكر كادر قناة الرافدين بحق محمد وآل محمد، يحفظكم من كل سوء ومكروه. كل كادر سلمك. كل عامل بقناة الرافدين سلمك، وتعتبر قناة الشعب المظلومة هي الراس. أي والله، صار أنا أعتز بكم وأفتخر بكم. أنا من العمارة ناشدكم. أنا أكو صار غزو علي من على فلسطين، نعم، وإحنا هم صار غزو علينا بالعراق، نعم، صار غزو على فلسطين وهسه هم غزو علينا. نعم. من ناحية إيران، إيران غزتنا استاذ. نعم. إيران غزتنا ونعلت والدينا إيران. محشوم. غزتنا غزو ما صاير. يعني هسه احنا لا مستشفى عندنا بيه خير ولا وزارة بيها خير. والله العلي العظيم أنا ناجدك هسه مواطن عراقي مظلوم. نعم. أنا ناجدك من خلال هذا المنبر الشريف. نعم. ما عندنا وزارة حقيقية وما عندنا وزارة يا استاذ يعني تخاف الله. أنا نعم. عندي طفل عمره 12 سنة راجع بيه الوزارات على علاج ما يطلوني، يقول لي لا يستفاد من العلاج. زين هو رحم الوالديك استاذ ربل مريض وبحاجه وتشنج عضلي وشلل دماغي، يعني علاجه من المستشفيات، يعني هسه علاجه ما لا يوجد. لا بس سؤال شنو لا يستفاد من العلاج؟ علاجه تشنج عضلي يرخى يعني. لا شنو المعلومه انه يكتب يعني لك لا يستفاد من العلاج؟ كتبوا التقرير هذول الناس اللي ما يخافون الله. طفل يعني علاج 500 بالشهر. نعم. تقول عليه لا يستفاد من العلاج ولا يستفاد من يعني استاذ فذروح له يعني لجنة تكتب لي لا يستفاد من العلاج بالعمارة. نعم. نعم. فأسا أنا أطلب من الله منكم من مبركم الشريف
ومن كل كادر قناه الرافدين يسوي لي حلفه علاج مال 4 اشهر من عندكم اجيبها انا من خارج العراق، لو من الاردن لو من ايران استاذ ربل، وانا بشاربكم وبشارب قناه الرافدين وكل انسان خير يسمع لي. نعم. اريد علاج مال 4 اشهر 5 اشهر للطفل هذا، وانا ما عندي قاعد تجاوز. قول يا رب. وانا احتز وقت افتخر بكم. قول يا رب. قناه الرافدين وكل انسان خير يسمعني خارج العراق وداخل العراق. قول يا رب. العلاج للطفل مال 4 اشهر 5 لما ما انا اشوف الشغل اشوف حالي. قول يا رب. فارجو منكم الرجاء. قول يا رب، قول يا رب. البرنامج المنبر، اريد علاج مال 4 اشهر. ان شاء الله 5 اشهر للطفل هذا علاجه في الشهر 400 500. نعم. وانا ما عندي بس الرعايه استاذ. نعم نعم. واطلب من الله منكم تسوي لي حل هالطفل، لان اليوم انا يا رب الصبح الباعه قاعد يا رب. قول يا رب، قول يا رب. تتدلل تتدلل. نعم. وتؤمر امر. نعم. تؤمر امر. شكرا شكرا لك ابو احمد. عبد الله من الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ فل العزيز، العيب بينا، العيب بالشعب، الشعب 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 استهجان. اخوي ابو احمد، ابو احمد خويا، لحد الان تعبدون هبل واللات وعزه. خويا ابو احمد، ابو احمد وينكم؟ انتم بناتكم في المذابحين، بلادكم على بعضكم، ليش ما توجهوا على الخونه؟ ليش؟ وين كنتوا ايام 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 2007 و8 و10؟ واحنا هلكنا، احنا هلكنا من صيح الوطن، الوطن ما حد يفيدنا. هلك هلك لو جاروا عليك حنان. اخي العديد، ايران وغير ايران ما تفيدنا ولا الخونه. نعم. حاطي لي مقصد الصدر هذا الصنم هبل، حاطي لي ذاك الاخ الحكيم كنه ولاته ما ادري ايش يسموه. احنا اكبر من ما قبل الاسلام. لا لا لكم كان عندهم شيم وقيم عربيه اصيله، احنا حتى هاي فقدناها. يعني هذا المجوسي جاي يحب العراقي، ما هو عنده صار ما قبل الاسلام وبعد الاسلام. ليش تنسون الماضي يا اخواني؟ يا شعب العراقي ترى ذولا هم كل العين المنفوش. نعم. يطيرون. نعم. بنفخه واحده لو الشعب يتواصل مع بعضه. نعم. ليش؟ نعم نعم. شكرا 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 لك ابو عبد اخ عبد الله. مراقبين يقولون أنه مشاريع الإعمار اللي تصير بالبلد هي عبارة عن حملات ترقيعية، لأنه تقتصر على عمليات سطحية وقتية وآنية من دون أن تسهم بتطوير البنى التحتية والارتقاء بها، لأنه بعضها بدل ما أن يحل الأزمة لا يتسبب بظهور مشاكل ثانية عززت من تراجع البنى التحتية العراقية. هذا كله يعود إلى تفشي الفساد واستغلال المال العام بالمؤسسات الحكومية، خاصة بمجال الطرق على حد قولهم. كشفت جولة وحدة بالشوارع والطرق بمختلف مناطق البلاد عن حجم المعاناة المستمرة اللي واجهها العراقيين جراء انهيار البنية التحتية الناجم عن غياب الصيانة لهاي الشوارع والجسور. فمثلا بالبصرة انتقد مواطن حالة جسر الرابط بين الموفقية والأصمعي وراء سقوط جانب من سياج الجسر بوسط مطالبات ومعالجات سريعة قبل حصول ما لا يحمد عقباه. خلونا نسمع. طيح يلا سوونه. هذا الجسر مثل هذا السلكة جاي الوكل يومية سنسول. هاي هسه راح يبقى بس السنسول. ها شوف يومية ماكله زنجاري. إيه ماكله زنجار بس تلقى هذا زعاطير طايحينه. وين هذا الثاني هنا؟ باقينا باقو. اه لا والله هذا طايح طايح جو عمي. وانا بلدية البصرة هذا اليسر ها طاح سوونا. هذا جسر بالبصرة رغم الميزانيات اللي تنفق سنويا على صيانة الطرق الا انه السائقين واصحاب المركبات بالعراق ما يلمسون شيء على ارض الواقع ولا اي يعني اي تغيير حقيقي بأغلب شوارع العراق. وصار مشهد غياب إجراءات السلامة للجسور الآيلة للسقوط أو ديتش اللي على وشك الانهيار نتيجة عدم وجود لوحات تحذيرية من المشاهد المألوفة مثل اللي صار بمحافظة بابل تحديدا بمركز المحافظة بالحلة. خلونا نشوف. رئيس الوزراء المحترم، هذا جسر بالحلة واقع، هذا يربط بين الشريعة والسوق، واقع منتهي، يعني إلا يوقع وتموت بيه فد 50 60 واحد
باع أقدم جسر بالعراق. ما أعرف المحافظ شنو شارته وياه، شو منتظر؟ ملزقيه بالبلاستيك، ملزقيه بالقرآن. شوفوا له شارة. شوفه سيادة السوداني، شوفه الجسر هذا اللي أقول لك عليه مال الحلة. باعه. شوفه، ما أعرف يعني محافظ الحلة المحترم شلون مسوي وسائل حماية للمواطنين. باوع بالكراتين، ملزقه مسوي وسائل حماية للمواطنين. شفنا بالبصرة، شفنا بالحلة، نطلع من الحلة نروح وين؟ إلى عاصمة الرشيد بغداد، اللي تشهد ثورة أعمال على حد وصف الإعلام الحكومي. لكن مواطن رصد لنا حال الجسر الفرنسي المكون من صفاءة حديدية بقضاء المعامل، واللي تمشي عليه مركبات حمل ثقيلة لوريات، يعني بوسط مخاطر من انهيار هذا الجسر بسبب الأحمال الزائدة وغياب الصيانة عن هذا الجسر. تعالوا نشوف. هذا أستاذ محمد ضاعين، هذا الجسر الفرنسي 2023 وبعدنا عن حديد. شوفه كل اللوريات. تفضل. ذني ثلاث جسور وغيرهن اكو هواية، طلعنا لكم في حلقة حال جسور المشاة او جسور عبور المشاة المتهالك في العراق. وقبل هاي الحلقة طلعنا جسور كثيرة، وقبلها طلعنا جسور مثلا اللي صار في محافظة صلاح الدين لما افتتح محمد الشياع السوداني الجسر، ويتفاجئ الناس لما يركبون او السائق لما يصعد فوق الجسر انه الصفحة الثانية ما كملانة، هو لما ينزل ينزل بهو بوادي ينزل جوه. هذا هو حال الجسور والطرق بالعراق. فالناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجود ويانا يعني من سجاد. سجاد محمد يقول: عمي، هو جسر صار لسنين متهالك بدون صيانة، حقه يوقع. ونجوان الخياط: المفروض دائرة الطرق والجسور عندهم فحص دوري للجسور والمجسرات لتفادي الكوارث، لأنه إذا انخسف هذا الجسر كارثة تصير. جواد: متوقع، فالغش ديدن السياسة المقاولين، تلقى المحافظ مقاول والقائم مقام مقاول وأعضاء مجلس المحافظة مقاولين. وكاظم محسن إبراهيم يقول: المسؤولين نايمين، يعني معقولة مؤسسات دولة تحتاج أحد ينبههم لمتابعة أعمالهم؟ فكانت هذه تعليقات الناس على قضية تهالك الجسر والطرق. تلتزم حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني سياسة الصمت المطبق حيال احتجاز خفر السواحل الكويتي 4 صيادين عراقيين خلال ممارسة مهنة الصيد ضمن المياه الإقليمية العراقية بالخليج العربي من شهر. يعني أنت بقاعك ومأمن على نفسك وجيرانك يتعدى عليك. حكومة السوداني اتجاهلت كل المناشدات اللي تكررت لعائلات الصيادين والمطالبة بمخاطبة وزارة الخارجية للجانب الكويتي من أجل الإفراج عنهم في سابقة خطيرة تدلل على عدم اكتراث هاي الحكومة بالمواطنين العراقيين بأحزابها بكتلها ببرلمانيها بكلها والاعتبارات السياسية. حادثة اعتقال الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية بمحافظة البصرة أثارت حفيظة هواية من المنظمات والنقابات المعنية بحقوق الصياد العراقي، واللي بدورها حملت السلطات الحكومية مسؤولية التخلي عن الصيادين وتركهم عرضة لاستهداف خفر سواحل دول الجوار، علما أنه هاي مو أول مرة تصير. حتى تعرفون تفاصيل أكثر، قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين سوالنا هذا الإنفوغرافيك عن قضية الصيادين العراقيين، خلونا نشوفها. We'll be right back.
هذا الوالد رحمه عن ابوه صار له اسبوع. انا الوالد صار له اسبوع من انفقد، ما ندري مصيرهم شنو، ما ندري على شنو قضوهم، ناس طلع على باب الله صياده ما طلعنا على شيء ثاني هم. من يعني لزموهم السلطات الكويتيه ولحد الان ما ادري مصيرهم شنو. شغلتنا في صحبتنا الجانب الكويتي ومارسوا انواع التعذيب والشتم والسب. احنا وياي 16 نفر فتشونا، لا عندنا مخدرات لا عندنا شيء ممنوع، على الله وعلى هالسمشات هاي. هاي الاعتداءات المتكررة على المواطنين العراقيين اللي دا تثبت انه هاي الحكومة وكتلها وبرلمانيها واحزابها وميليشياتها كلها ما دا تفكر بالمواطن العراقي، لانه واحدة من اساسيات عملها هي حماية المواطن. لانه فعليا تخيلوا انه اني وانتو بعمارة عندنا جراج مشترك جوا، واجي اتعدى على جراجاتكم وحقكم جوا وما خليكم تستفادون من عنده، راح تستنفذون كافة الطرق حتى تراجعون حقكم من عندي آني. فما بالك بدولة عندها مياه إقليمية وحقها هاي المياه مو حق أحد ثاني، وده يتم الاعتداء عليها بمياه الإقليمية بس هم ساكتين. أثار إعلان وزارة البيئة نزوح 70,000 أسرة من المناطق الأهوار خلال هاي السنة بسبب شح المياه تساؤلات حول مدى جدية الحكومة بوضع حلول لمعالجة أزمة الجفاف وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على المشهد العراقي، واللي عانى من أزمات النزوح بسبب الاحتلال وانهيار الأمن وتفشي الطائفية وتغول الميليشيات وانحسار حصص العراق المائية القادمة من دول المنبع. خبراء بيئيين حذروا من أنه خطر العاصف بالأهوار راح يمتد إلى تدمير وحدة من أبرز معالم العراق الطبيعية المغلة بالقدم والإخلال بالتوازن البيئي لمناطق شاسعة. بقوا عدد قليل من الأسر يقدر تقريباً ب30,000 أسرة مهددة بالأهوار تحتاج إلى إغاثة، ورما تركتهم الحكومة يواجهون مصير مجهول بسبب الجفاف وموت المواشي. ولهالسبب تصدر ترند العراق اليوم هاشتاغ الأهوار تموت عطشاً. جبنا لكم بعض التغريدات على منصة إكس. عادل كنو يقول: تاريخ وحضارة ومجتمع له قيمة وتقاليد وبيئة جميلة وثروة حيوانية كلها تهدر، هاشتاغ الأهوار تموت عطشاً. فرات علي: جفاف الأهوار يعني حلول كارثة بيئية وسكانية وساسة البلد في سبات عميق عما يحدث، لأنهم لا يعرفون سكان هذه المناطق إلا في يوم الانتخابات، هاشتاغ الأهوار تموت عطشاً. تبارك حميد تقول: في وسط الصراعات السياسية هناك شعبا يموت عطشا وتموت معه حضارة وتراث كامل يمثل العراق، لذا اتركوا صراعاتكم السياسية وانتبهوا إلى شعبكم وثرواتكم المهددة بالانقراض، هاشتاغ الأهوار تموت عطشا. يوسف سيرجو يقول: 30,000 عائلة تحتاج إلى إغاثة وأهلها لا يجيدون إطلاق أصواتهم، كن أنت صوتهم، هاشتاغ الأهوار تموت عطشا. هاي وغيرها
علقت على هذا الهاشتاج اللي تصدر ترند العراق. مشاهدينا الكرام، إن كان واقع تعليمي، إن كان واقع صحي، إن كان واقع طرق وجسور، إن كان واقع خدمي، إن كان واقع بنية تحتية، وإن كان بواقع حماية المواطن في أرضه وسيادة هذا البلد وحماية سيادة هذا البلد بالأساس وسيادة القانون، فراح تلقون المشكلة كلها وحدة. المشكلة هي من يتحكم بهذا البلد ولا يفقه بالسياسة شيء، من يتحكم بهذا البلد ويضرب القانون بعرض الحائط، من يتبجح بالدستور ولا يحترم هذا الدستور. فالحل بالتأكيد يمكم أنتم. نلتقيكم على خير مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوت الأم بإذن الله باجر. في أمان الله.